مرحبا، اليوم رح نحكي لكم بشكل سريع عن كيفية طلب ربط وديعة ثابتة أونلاين بكل سهولة وسرعة وبدون ما تحتاج تزور الفرع. من خلال هاي الميزة الجديدة على عربي أونلاين صرت تقدر تطلب ربط وديعة ثابتة أو حتى تعمل تعديلات على حساب وديعتك الحالي وبخطوات كتير سهلة وبسيطة. بعد ما تدخل على حساب عربي أونلاين الخاص فيك من الصفحة الرئيسية اضغط على خيار الحسابات وبعدها على الودائع، بعدين تضغط على إضافة. لازم تحدد من أي حساب بدك نحول مبلغ الوديعة. بعديها بتحدد قيمة الوديعة، خلينا مثلا نحط 10,000. بعدين لازم نحدد مدة ربط الوديعة، سواء شهر، 3 أشهر، 6 أشهر أو 12 شهر. بعديها بتحدد إذا حابب تجدد ربط الوديعة تلقائيا من خلال اختيارك القائمة التالية: تجديد مبلغ الوديعة فقط وقيد قيمة الفوائد الدائنة لحساب التغذية، أو تجديد مبلغ الوديعة مع الفوائد المستحقة، أو تجديد مبلغ الوديعة مع الفوائد المستحقة بتاريخ الاستحقاق وكامل رصيد حساب التغذية. بعدها لازم تكون اطلعت على دليل الشروط والأحكام وتضغط استمرار. بعدها بتضغط على المربع. بالطبع الفائدة بتتحدد حسب الفترة لربط الوديعة بالأسعار السائدة. هيك بيكون طلبك انبعث للدائرة المعنية بالبنك ليتم تنفيذها، وبعد يومين عمل طلب وديعتك بيكون تنفذ. هيك بتكون ربطت وديعة بالمبلغ اللي حابه بكل سهولة وأمان وفي أي وقت ومن أي مكان من غير ما تزور الفرع من خلال عربي أونلاين. في الحلقات القادمة رح نحكي عن معاملات بنكية أخرى بتقدر تنجزها عبر عربي أونلاين على مدار الساعة وبكبسة زر. تابعوا فيديوهاتنا القادمة اللي راح تكون متوفرة على قناة البنك العربي على اليوتيوب. لمزيد من المعلومات تقدر تتصل بمركز الخدمة الهاتفية على الرقم 4600 من داخل عمان أو على الرقم المجاني 0800-222-222 من المحافظات الأخرى، أو التواصل معنا عبر فيسبوك أو تويتر.